بتقدر قيمة العطاء والتضحية لتوفير حياة أفضل لفلذات أكبادنا. فقررت أمنية منح أم حمزة بصيص أمن وتوقف جنبها في طريقها الصعب الطويل لتلاقي بآخر هالطريق نتيجة مثمرة وبسمة طفل راضي قادر إنه يبني مستقبله بإيده. فما كان من فريق عمل أمنية إلا يقدموا لها ماكينة خياطة جديدة بدل القديمة، بالإضافة إلى توفير القماش والخيطان وكافة المستلزمات. كل ما لمسه فعلوا خطوة أمل بيكبر. وكانت هاي اللفتة البسيطة بمثابة إيد الخير اللي حملت مع إيد أم حمزة بعض الأعباء والتحديات الاقتصادية، ومكنتها من رفع دخل أسرتها لتحسن من مستوى معيشتهم. يا ملك تحكي بتعلم انت مين انت مين برضو الخير بعزن ولاده. بعد ما حصلت أم حمزة على ماكينة خياطة جديدة اتجدد أملها في إنها تشوف أولادها بأحسن حال، لأنها صارت تقدر تحقق لهم أحلامهم ورغباتهم، وكمان صارت قادرة تغطي مصاريف العيلة. وهيك قدرت أمنية تريح بال أم حمزة بهاللفتة المتواضعة لتستمر بعملها وتحافظ على سمعتها الطيبة في مجال الخياطة في المنطقة اللي بتعيش فيها، وتكمل شغلها بابتسامة رضا على وجهها وقلب مطمن على مستقبل أولادها.